فكرة المطعم، فكرة الرعب يعني، وإن الأطباق يكون عليها أشكال مرعبة، هذا أول شيء جذبني، لأني أصلاً أنا أحب أشياء الرعب للأمانة، فإني آكل بمكان رعب شيء يستهويني يعني. على بيئة عمل من الممثلين مدعمة بالديكور وبالأشياء اللي تخدم الزبون إنه يسترخي ويستمتع ويعيش الرعب والترفيه وقت واحد، والأكل طبعاً.